وهي بصدد رعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية، ونتمنى بهذه المبادرات كلها أن تكون الجزائر مركز إعلامي إفريقي في المستقبل بحول الله. كذلك أدعوكم إلى مشاركة إلى الاطلاع على المعرض الذي أقامه يعني المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام والصورة الموجود هنا في المدرسة، حتى نسوق لهذه المؤسسة التي تمتلك ما لا يقل عن 3,500,000 صورة متميزة. وأدعو المؤسسات، كل المؤسسات، إلى استغلال هذا الرصيد التاريخي في مختلف النشاطات والتظاهرات والمحطات التاريخية. أيها السلام.